احدم يتوح الخيط يالله تدابير واحدم من القصار لسيف سكر لك يا بحر ينساق ملح التعابير يا مصفي الانسان في الوقت الاغبر في باطنك نعمه سد المناعير وفي ظاهرك بسمه اكسر المكدر أنا بنفسي من يوم أنا أبو 7 سنوات أنا في البحر إلى الحين بعدين أنا أسير البحر. هذا البحر أنتم تشوفونه ماي تمشون فوقه بس نحن ما نشوفه ماي حنشوفه بأسمه. يوم الحوايج نمشي من هني على النيوم نيم هذا يوديك المحل الفلاني نيم هذا يوديك المحل الفلاني البحر هذا يوم توجفني تعرف البحر هذا قده كم. أنا الحين صار لي 50 سنة في البحر والحين الحمد لله عيالي من صغير ولين كبير معارفين السير. نحن عندنا حسابات قديمة حتى قبل ما تضرب الشمال هدوء تام في البحر حتى النسمة اللي جاية كأن فيها ريحة غبرة الطير النورس ارتفع فوق هني خلاص نحن نعرف أنه بتضرب ضربة الشمال الحين. هذه حسابية القديمة طبعاً بدون الأجهزة المواقع اللي عرفتنا البرامج الأسماك في شيء نشوفه بالعين وفي شيء نسمعه بالسمع الكبار الشيبان لأعمار 70 و80 سنة هو اللي يروح يلوف ويقولون يلوف يوقف في البحر كذي في نص البحر يوقف يقعد ساعة ما يتحرك ماسك اللي في عمود يسمع السمك هذا هو السمك يا 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 وصل له السمك لازم يوصل له مكان معين. ابن الإمارات حتى يكسب الرزق الحلال تحمل كل هذه المشاق برحاب الصدر. البحر جزء لا يتجزأ من موروثنا من تاريخنا من هويتنا. البحر كان دائماً وما زال بوابتنا أمام العالم الخارجي واعتمدوا أهالينا ويدودنا على البحر في معيشتهم. كانوا يتركون أهاليهم لأشهر بحكم الوقت اللي كانوا يقضونه في البحر للصيد والغوص على اللولو وغيره. كان الشيخ زايد طيب الله تراه يدرك تماماً أن كمال الحياة يكون بتكاملها وترابطها بعضها البعض بحماية البيئة أساس حماية الحياة الفطرية. واهتم الشيخ زايد بالصيادين وعمل على دعمهم بكافة الأشكال ليمكنهم من استمرار العمل بحرفتهم وشجعهم على التعامل مع هذه الموارد بحكمة للحفاظ على مصدر رزقهم. هذا موروث إماراتي والموروث يتوارثونه الأجداد والآباء والأطفال وحلقة مستمرة. اليوم البحر فيه رزق والدولة محطة اهتمام أنها تحافظ على هالرزق عشان يستمر. الرسالة اللي احنا دوم نوصلها للصيادين هي الاستدامة في الإنسان وحتى الاستدامة في المخزون السمكي. البحر يعطي ما ياخذ ويعطي الحمد لله في الجودة زايدة. نحن داري على البحر هذا أساس الثروة السمكية إلى ما نداري عليها خلاص وقفت عنا بعدين وين نعيش؟
الأمور السابجة نحاتي بمعيشتنا. وضع الثروة السمكية في دولة الإمارات وأبو ظبي حال حال وضع الثروة السمكية حوالين العالم، يواجه صيد جائر، حالة المخزون مستنزفة، ولكن استشراف القيادة قبل أكثر من 30 عام لوضع حلول أدت إلى تأسيس هيئة البيئة. أنا افتخر والله أني أشتغل في هيئة البيئة. هناك اشتغلنا كفريق واحد نتساعد في كل شيء. حالياً متوجهين إلى ميناء الحر، رايح إن شاء الله هناك أسوي إحصاء هذا الإنزال اللي يصير كل يوم. أطلع أنا من الساعة 3 أوصل هناك تقريباً 4 إلى 4، أبدأ في بداية دوامي أخذ بيانات وأخذ عقب أسوي الانترفيو معهم. كيف حالك؟ زين؟ خير؟ كم رقم الطابات؟ الشغلة هاي أنا استمريت فيها حالياً تقريباً 6 سنين، عملت صداقات وايد هناك مع الصيادين، مع اللي يشتغلون معاهم هناك. صح أني أروح أطلع الساعة 3 وأرجع البيت الساعة 8، ورايح وراجع وأنا مرتاح، نفسيتي مرتاحة. مرات ننام يمكن 2 ساعة ولا 3 نقعد نروح الدوام. هذا فنسميه كله تحدي، مش مكان أنا روحي فيه، لا وايد ناس فيه وهم اللي ينسون التعب كله. قدرت هيئة البيئة تأسس برامج علمية بحثية ميدانية وأيضاً برامج تفتيشية وغيرها لدراسة حالة المخزون السمكي، لأن أكيد الثروة السمكية لها دور كبير في تعزيز الأمن الغذائي. 80% of the fish that is harvested from the seas come from sustainable fisheries. However, stocks overfished are increasing, unfortunately. And we could say, based on EAD reports, that we are having good results already. All the same, Josh? Yeah, 24, same 24. 24. دراسة اللي تتهم احنا نقوم فيها يوميا، ناخذ مقاسات الاسماك هذه بالاطوال، الاسماك هاي نعرف المخزون المتوفر في امارة ابو ظبي للانواع هذه، ولازم نعملها وين؟ في موقع الانزال الاسماك اللي تيجي من بحر ابو ظبي مباشره للتاكد من الوضع المخزون للنوع هذا من السمك، ما في وجود اي خطر عليه توفره او تكاثره خلال الفتره القادمه. يعني كل سنه يكون عندنا زي السنه هاي عندنا دراسه مخزون اسماك الكنعد، الشعري، الصافي، الهامور. فزي انتم شايفين طبعا احنا الحين شرينا السمك الهامور ومتجهين فيه إلى المختبر لعمل دراسة الأعمار والتكاثر والدراسات البيولوجية الأخرى المطلوبة. مختبر الأسماك هو المكان اللي ندرس فيه بتحديد النظام البيولوجي للأسماك، وندمج هاي البيانات مع إحصاءاتنا، وهذا يساعدنا في تطوير سياساتنا ويساعد في توجيه القرارات الإدارية. البيانات اللي ناخذها من السمكه اللي من عظمه الاذن ومن البيض السمك هذا، انه تكون هل هي وصلت سن البلوغ اللي تبتدي تتكاثر او لا. تسمح لنا عظمه الاذن بتحديد عمر العينه، ونحن ندمج هالشيء مع بيانات الطول، ومن هالمعلومات يكون عندنا فكره عن العمر اللي تتكاثر فيه الاسماك وباي طول تقريبا. هاي العمليه تشكل اساس قرارات الحد الادنى للأطوال عند صيد الأسماك. إن شاء الله الضلوع الهوامير إن شاء الله دوم الله يرزقك إن شاء الله بالخير. بس خلي حاطي أبو جاسم الشعاري كله في الصيرم. مشكور أبو جاسم، جزاك الله خير، ما قصر وسامحنا. وأي شيء عندك استفسار عن أطوال الأسماك ولا شيء، نحن موجودين 24 ساعة في الميناء. إحنا حجبت على الشعاري هاي. شو مشكلة الشعاري؟ كل يوم ربع صيرم نص صيرم يفرع عندي. 24 سنتيمتر هذا صح ولا لا؟ صح. موجود دا قرار داخل مينا. خلاص 24 شيء. ما عليه. يعني هذا زيادة 24، ليش ما يشيل؟ أنا شيل. إذا سبز شوي قاصر، شو مشكلة؟ هذا فوق ما الطول ماله، وهذا ما مشكلة شيل. وجش هذا كبير خلاص شيل. شو مشكلة؟ ما في مشكلة.
ان شاء الله راضي الحين ابو جاسم. اي راضي راضي الحين. خلاص هذا طال عمرك راضي. صاحب المحل وتفاهمنا معاه. الله يعافيك. الصيد والله الصيد هذا الشعري يا اخي. معمور الشعري. نعم بس ما شاء الله المخزون السمك شوي زايد. لا شوي شو نسوي خي ارزاق بح شو نسوي بح. اقول لك صرت مثل العومه. اي انغفيت كلني السمك وانغفيت كلنا الطير. كلني الطير. اعطيك الصحه والعافيه. اليوم الصيادين بدا عندهم الوعي الكبير انه عارفين الاشياء هذه مردودها الاول الصياد. وجود المخزون السمكي فمعناها موجود التراث الطبيعي التراث الاماراتي اللي هو الصيد. فالحمد لله الصيادين جدا متعاونين معنا. احنا نحصل صعوبات بس احيانا الصيادين هم يخلونا نتغلب على الصعوبات. سلام عليك خالي. مش حالك؟ كيف حالك؟ شخبارك؟ طيب ان شاء الله. شو صحت؟ ان شاء الله مرتاح؟ ان شاء الله بخير. يعني الحمد لله البحر فيه رزق وفيه كل شيء. الله مرتاح. البحر على رزق بني آدم هذا كله. هم من يوم استووا في هالبحر وغاصة يغوصون وعلمونا كيف نغوص وعلمونا طريقة السمك كيف نصيده وعلمونا في نفس الوقت كيف نحافظ على المكان في البحر. نتمنى نحن أن نقدر نحافظ على هذا الموروث التقليدي على المعرفة هذه أنها تتوارث للأجيال لأن بالفعل هي لها قيمة كبيرة. صغير طال عمرك هذا شو نسوي بنحن؟ شو نسوون؟ نقول توكل على الله. جزاك الله خير. ترجعون بالسلامة. حياك الله. أنتوا بدوركم كتوعية لنا ونحن بدورنا الحفاظ على الثروة هذه. إذا جيت أنا اليوم خربت بكرة إذا جيت بحصل السمك مستحيل أني أحصله. الخليج يعتبر حوض وهذا الحوض وهذا الماعون ما نستنزفه خليه حق الاستدامة اللي دائما نحن نأخذ منه وهو مكانه نأخذ منه وهو ما زال مثل الشيارة اللي يطلع فروع وإحنا نقص منها ثمارها لكن الجذر موجود. هذه الحرف تحتاج حماية. أما الناس هذه اللي بتروح. أي حرف متعب. منها تحتاج ومنا تحميل ومنا تنزيل ومنا انتظار. والله إنهم يصلون الصبح يجون بغرب ينتظرون. الحين يوسف الله يحفظه طبعاً ما يقدر. هذه جالس على الكرسي لغاية ما يشوف طير. مرتبط بالطير. ليش شاف الطير غطس؟ رجع. أنا ما مشي دراي. أنا عكسي. عندي صار لي حادثة قبل من 32 سنة. هاي شغلات مسويتها عمل تعلمناها عن جبل وتعلقنا فيها وعايبتن. عم قال الحين أحد من الناس يقول الحين يخيرون المسعاة هاي ولا بالدنيا؟ لا المسعاة هاي أحسن. الحمد لله مرتاحين. على القوانين اللي موجودة والجمال مقصرين سواء من البيئة ولا حماية المنشآت بعد. يعني متعاونين معانا في أفضل شيء. الحين أنتم موجودين ودوم بعد المراقبين دوم تلاقوا معاهم نشوفهم. مع دخول التكنولوجيا، القوارب السريعة، المكائن هذه أدت إلى صيد كميات تتجاوز المرغوب فيه أو المطلوب في السوق فتلاقي وجود فائض نحن في غنى عنه بالتالي أثر أيضاً على القيمة المادية للسمك. دور الحكومي كان ضروري جداً لمصلحة المجتمع اللي يرغب بوجود الوجبة السمكية بشكل يومي على مائدته لاستدامة الثروة السمكية لوفرتها بنوعية. إذا كنت من الأهالي وصياداً فعليك أن تدرك بأن إغراق السوق بالمزيد من الأسواك يقلل من قيمتها وبالتالي أنت خسران والبيئة خسران. الحين صار عندنا جانا قانون قبل 5 سنوات منعوا الشعري والصافي في وقت التكاثر. الحين 5 سنوات هلا من ثاني سنه حسينا الفرق افضل. يعني المخزون حسبه انه اكثر، كميه تزيد، كل ما يالها يزيد والحجم يكبر. بس يجزاهم الله خير السنه صرحوا للبدح. صرحوا. نعم صرحوا.
قبل 10 سنوات البدح كل سنة يمنعونه شهرين، والسنة هذه رخصوا، استفدنا نحن واستفاد اللي غيرنا منه، هذا نحب أن يستمر على هالحالة هذه. يعني نحن في هيئة البيئة كفريق إحصائيين نحن أصدقاء صيادين، صيادين يعطونا معلومات جوهرية نستفيد منها نحن كإمارة أبوظبي كدولة الإمارات، حتى البيانات هاي نحن نعرضها عالمياً، اليوم الدول كلها تتنافس على رد المخزون. اللي كان في البداية حصلنا صعوبة من الصيادين، ولكن اليوم بدأ الصيادين توضح لهم رسالة اللي سويناه قبل بدأ شيء إيجابي. الحين في عقب ما منعوا اللنجات والقراقير والألياف كل ما اللي في زيادة، بالأول الهامور تدور أدواره الحين ما شاء الله الهوامير ما يمكن المكان. من خلال وضع القوانين والتشريعات والسياسات تمكنت الهيئة من وضع التدابير اللازمة، مثل تحديد عدة الصيد، تحديد مواسم التكاثر وتحديد الأطوال، وأيضا تحديد الأماكن المسموح الصيد بها لوضع الثروة السمكية في المسار الصحيح للتعافي. طبيعي ومنطقي ان في بعض الصيادين حابين انهم يعني كل وقت يصيدوا، وحاب ان كل وقت يكون الصيد مفتوح ولكن اذا نحن كهيئه البيئه قدرنا نوصل رساله ان اليوم لو نحن خلينا كل شيء مفتوح وكل شيء مسموح فيه الصيد، فشو المستقبل؟ يمكن راح احنا ننظر الصيادين قبل ما ننظر اي شخص ثاني. نقوم أول شيء نطلع البحر طبعاً، نشوف المحمية، نلف على المحمية كاملة ونشوف هل هناك في طراريد أو صيادين، نشوف هل هم عندهم استخدام الخاطئ. بدايةً ما بنكون نحن جايين عشان نخالف لا، أول شيء بدايةً لازم نكون توعية، تثقيف شوية بالقوانين وغيره على أساس الناس تكون عارفة. نحن في الدورية في العمل بعد نصادف مخاطر، يعني من الرياح من غيره من الموج. نحن يعني اكثر الحالات اللي نشوف اللي هي شباك النايلون. شباك النايلون ممنوعه في الصيد لانها تقضي على السمك الصغير ولا كبير، تخرب الشعاب المرجانيه. يعني اذا سلحفاه طايفه بعد ما تشوف، لان هذا خيط يعني ما يبين في البحر. والعصر نقوم بدوريه ساحليه اللي هو نسير على الساحل نشوف هل في طيور نافقه أو أبقار بحر لايتها على الشاطئ أو سلاحف. حققت الهيئة الكثير، من أهم هذه الإنجازات إنشاء شبكة محميات تحتضن مواقع مهمة لتكاثر الأسماك. الحياة البحرية هي منظومة متكاملة معتمدة على بعضها البعض. هذه محمية بسيايف، أحدى محميات التابعة لنا في أبوظبي. طبعاً يتوافر المحارب كمية كبيرة في المحمية لأنها هي تعتبر طعام أساسي للطيور بعض الأسماك. نقص هذا المحار يسبب عدم توازن في المحمية، مثلاً الطيور تهاجر ما ترجع إلى مكانها، الأسماك تطلع ما ترجع إلى مكانها. نعم، حرك شخص واحد حرك. ما شفتوا الدورية البحرية تابعت شخص يحاول جمع المحار، وتم إبلاغ الدورية الساحلية بأن هذا الشخص موجود هنا، وتم إيقافه من قبل الدورية الساحلية والدورية البحرية، وتم أخذ الإجراءات اللازمة وتحويله إلى شرطة النوف. أنت ما تعرف إن هذا ممنوع تنزاف للثروة الغذائية للأسماك والطيور؟ عندنا أنواع من المخالفات اللي هي في الصيد في أماكن ممنوعة، الصيد بمعدات صيد ممنوعة مثل الشباك والقراقير، صيد الأسماك صغيرة الحجم، مخالفات نصب الحظرة في موقع غير مناسب أو في نهاية الموسم الحظرة. لا يوجد تهاون عندنا في موضوع اللي المخالفات تتراوح من 2000 درهم 50,000 و100,000 و200,000، بعد تكرار المخالفة تتراوح إلى السجن فيها. المخالفات اللي تخص الأنواع المهددة بالانقراض، مخالفتها كبيرة والسجن والإبعاد.
نحن اليوم جميعا مسؤولين بالالتزام وتحمل مسؤوليتنا بالصيد بطريقة مستدامة وطبقا للقوانين والتشريعات، ومن خلال الصائد والبائع والمشتري والهاوي سنتمكن من حماية الثروة السمكية والحفاظ على بيئتنا البحرية. أنا أعتبر الحفاظ على الثروة السمكية مثل الحفاظ على أي ثروة أخرى، أمانة في أعناقنا يجب الحفاظ عليها ومراعاتها. كلما زادت كلما أعطتنا مردودا أفضل لنا ولبيئتنا. جمهور متعاون معنا، لو كان في أي شيء مختص فينا في عملنا ونحن ما شفنا الجمهور بيبلغنا. مرات نلقى شباك مرماية في وقت صيد في البحر، يعني حد رأى منه تكون يمكن كشات، ما نحط على حد معين أو حد نساها أو حد ضاعت منه، فنبلغ ربعنا نقول في المنطقة الفلانية كذا كذا في موجود كذا. شفنا اليوم شباك، فنحن نحاول الحين قد ما نقدر نتعرف على صاحبها من الأرقام اللي موجودة في الكرف هذه، لأن هذه الشباك كملت أكثر عن سنة تقريبا في البحر، قديمة وايد قديمة، فقديمة فنبلغ عليه إذا ما حصلنا رقم تدوير الشريك الاستراتيجي أن نوديها نعدمها. مثلا هذه نقطة دخول وخروج غوارب الصيد اللي هي تابعة لجهاز حماية المنشآت، عندهم داتا يسجلون بيانات دخول وخروج غوارب الصيد، هذه طبعا يعني لسلامة الصيادين، سبحان الله قدر الله صار عليهم أي شيء، فيكون عندهم تسجيل لهذه الوسيلة ويقوم باتصال فيها، لا قدر الله صار شيء يقوم بتنبيههم. لو نحن طالعين عمل دورية بحرية مراقبة في نفس الوقت وحصلنا واحد عطلان عند القارب أو خلص عليه البترول، فنحن بنساعده نقوم بدورنا، إذا كان عنده عطل بنسحبه بالقارب نوديه على المرفأ. فالكم الخير، فالكم الرزق. الحضرة موسمها يبدأ من 4 لين شهر 10، 6 شهور، واعتمادا من الأولين شباب الأولين الله يرحمه اللي توفى والله يطول عمر الباقي يستعملونه في القير خصيصا حق النيسرة، لكن يسوي من كل سمكة، جيش الجد الهامور الشعري من كل سمكة يدخل. طبعا عندنا نحن هني خريطة فيها تقريبا مواقع الحضرة عشان تتسهل علينا الأمور، ونسجل جميع البيانات في الحضرة، هل هي سليمة من الناحية البيئية، لا توجد مخلفات، لا توجد مخالفات. عندنا سيستم آيباد وخرائط كل الداتا تنزل فيها، عساش نبدأ في التقارير، عندنا تقارير يومية وعندنا تقارير شهرية. نحن بنروح بس جولة على منطقة حارة البحراني، فيها يمكن تقريباً 20 حضرة موجودة هناك. السلام عليكم. مرحبا. الحضرة وهي وسيلة من وسائل الصيد القديمة الموجودة في المنطقة وفي منطقة البطين، خاصة في خيران البطين وبشكل عام في أبوظبي، وهي من الوسائل القليلة نادرة استخدامها في مناطق ثانية. لكن الحضرة الحمد لله ماشي أمورها، وفترة السماح بها جيدة طبعاً، والسنة الحسبة الأوضاع والكورونا والصيادين ما يسيرون وايد البحر، فأعطونا شهر زيادة، وكان هذا من أحسن الأشهر اللي كدينا فيها. إقناع الصيادين إن كانوا صيادين تجاريين أو فئة الصيادين بشكل عام خذت وقت طويل، ركزنا على التوعية من خلال إرسال رسائل، وجودنا في المجالس لعبت دور في توعية المجتمع أو الفئة المستهدفة. في بعض القرارات حصلنا صعوبة وردة فعل من الصيادين، ولكن توضيح الأكثر والجلوس معاهم في المجالس الصيادين، وجلسنا في مجلس دلمة ومجلس المرفأ ومجلس السلع، ووضحنا لهم شو أهمية القرارات اللي راح يكون لها مردود على الدولة. كيف حالك؟ كيف حالك؟ مبارك شلونك؟ طيب الله
الله عاد برد الجو. برد الجو عاد الحين. هم يروح. برد الخيوط. برد البلود. برد النغر. النغر. ها وإن شاء الله بيبتدي على السنارة. حلو. ها على السنارة. أردت ياك شعري ها عود حطه بالسيارة. نعم. صغير. فري ولي رد بحر مرد بحر تعرف الوالد؟ اي نعم احنا في الهيئة تسلم ما نقول بس شي صغير اي قبل شو نسوي؟ نسوي دراسة تسلم دراسة علمية تسلم نوديها المختبر اسمك هاي؟ اي نعم نوديها المختبر تسلم ونشوف كم عمرها تسلم وبعدين يطلع القرار تسلم عدل عدل Whenever fisheries are effectively managed, the stocks are in good state, in good shape, and those that were overfished managed to rebuild. بعد في مختبر الأسماك نخزن العينات اللي نسميها الفاوتشر سبيسيمنز. فمثلاً إذا صادفنا نوع غير مألوف أو غير معروف من السمك نقدر نستخدم الـ DNA باركودينج من العينة نفسها ونقارن العينة بالـ DNA الموجود حول العالم عشان نحدد نوع السمكة والسبيشيز وإذا هذا النوع موجود في مكان آخر أو نوع جديد لم يتم اكتشافه من قبل. مين الحر يعتبر المركز الرئيسي لمزاد بيع السمك في أبوظبي ويتوفر فيه أكثر عن 50 نوع من الأسماك المحلية ويعتبر المكان اللي يتجمعون فيه تجار السمك ويتنافسون على مشترى الأسماك اللي تنصاد كل يوم 400 440 450 470 عندنا بيبتدي الحراج نعم هو الكل بيزاود والكل بياخذ وعندنا هذا المكان امانه وهذا حلال الناس ترى حلال الناس بنايه المكان هذا هاي امانه عندي 550 أبو ظبي تملك أكثر عن 400 جزيرة وغير عن المدفونات والخير وايد فيها ونحن في مجال البيع والشراء نبدأ المزاد بعد صلاة الفجر ونشوف سمكنا بدأت ملحوظ كثرة الأسماك توفي الحاجة هو أكثر الحمد لله رب العالمين لاحظت بعد الآن من المستهلك ما يطلب الكميات الأولية ويتم يفرزن لا الحين قام يطلبون ودامهم اللي هو يبونه اليوم يتغدونه البيئة محافظة والمنع كان فكرة جيدة وافتكينا من الصيد الجائر بالقراقير وافتكينا من الغزول والحين اللي بي مرة على السيب بيفر خيطه بيصيد سمك الحمد لله رب العالمين عدم الصيد الجائر ومنع الشباك وكل ما يؤذي بيئتنا هو أمر صايب لا شك وفي مصلحة الوطن والمواطن In Abu Dhabi, fishery science and fisheries management interact closely and this is a unique case in It happens in really few places in the world. What's really important to realize is that Environment Agency Abu Dhabi is starting to take a more holistic view of managing the fisheries and not just focusing on the fish themselves, but the broader environment. And by that is I'm really talking about the biodiversity that provides the foundation for the fisheries productivity and ultimately provides the basis for the fishermen to catch the fish and then have a good livelihood coming from that. أؤمن بأن الهيئة
ما زال أمامها الكثير في وضع الثروة السمكية في المسار الصحيح للتعافي من خلال مراجعة التشريعات ووضع سياسات إضافية. قدرنا نرفع المخزون السمكي من 7% إلى 29% بنهاية عام 2019، ولكن مستهدفنا للسنوات القادمة أن يصل المخزون السمكي إلى 70%، وهو النسبة المستدامة لنا وللأجيال القادمة. كل من يعمل في البحر انت سمعتي طير ساكت، اسمعي صوت الطيور ما تسكت، فدايما هالبحر له ميزه يتفاعلون بطريقه غير شكل. من تطلع البحر ها كل تنسى، خلاص تفكيرك في الصيد، وين تلقى الصيد، وين تلقى السمك، تدور وتروح يمين يسار شارق وغار، ما تفكر في البحر. من ترجع ارجع لها. يعني إذا الصياد شايل هم البيت، دش البحر نسى كل شيء وراه. دخل في أجواء عالم ثانية. أما اللي يقول البحر غدار، البحر مو بغدار. البحر ما يغدر في أحد. البحر ما يغدر في اللي فاهم في البحر. البحر أول شيء حافظ عليه. حافظ على البحر عشان ينفع للأجيال القادمة اللي بتيجي بعد، مش حقنا روحنا. إحنا بنعيش زمننا وبيغ زمن غيرنا بعد. لازم نحاسب ان هذا البحر هو اللي عيش اجدادنا من قبل. اجدادنا عاشوا من البحر. المفروض ان نحن نحاسب على البحر مثل ما نحاسب على حياتنا. وهكذا قرص الشيخ زايد مفهوم الاستدامه وثقافه حمايه البيئه ومواردها الطبيعيه في نفوس وعقول ابناء الدوله للحفاظ على توازنها، وترك فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء لهذا الوطن المعطى. البحر متعمق في جذورنا في الماضي والحاضر، ورح يظل متعمق في المستقبل.